السلام عليكم الخوت هاني، كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير كيف ما ديما الخوت. ان شاء الله فيديو جديد. ملي كنقول لكم الخوت فيديو جديد يعني فيديو جديد، راه ما كنعاودوش الخوت. ان شاء الله هذا الفيديو هذا جاني واحد التليفون الخوت، جاني واحد التليفون كادو من برا. غتقولوا لي الخوت اسم التليفون هذا، غتقولوا لي اسم التليفون وغتقولوا لي الثمن ديالو شحال داير الخوت. اللي عرف الثمن ديالو يقول لي الثمن ديالو خوت شحال داير. هنايا باقي ما قاديتو ما والو، يلا بديت نصوب فيه نعمر فيه. المهم الخوت ان شاء الله اللي عرف الثمن ديالو يقول لنا الثمن ديالو خوت. خليكم مع هاد اللقطه الخوت. Seem a little crazy, pretty big. المهم الخوت راك شفتو التليفون كيدير. المهم اللي كيعرف هذاك التليفون شحال داير قول لنا الثمن ديالو، كتبوا لنا دير لنا الثمن ديالو في كومونتير. هذا هو اللي كاين الخوت. اجراني الخوت مدخل واحد اللي مدخل السلك صوت والدين ورقوا الخوت. هو راه باغي يدخل، هو طيح والله الا طيح الصخور. المهم كما قلت لكم الخوت اللي كيعرف الثمن ديالو يكتب لنا في كومونتير شحال ديال الثمن ديالو. هذا هو اللي كاين الخوت. المهم الخوت ان شاء الله غادي ندير لكم واحد التوليعه لداخل، على غنخرجوا الحميمات على برا، وان شاء الله غادي نباقي هاد الولاد الهولندي. هي هي الوليد ديال الهولندي مامي، اللهم بارك اللهم بارك الخوت. غنباقي الخوت ان شاء الله اليوم غنباقي هادو وغنوريكم كيفاش غنباقيهم، ولكن هادو غنباقيهمش دابا تا غادي كوليا الشنطة كاع داكشي كنخدم به مدخلين. هادا ان شاء الله غيتباقاو اليوم. هادي طالعة نتيوا، هادا طالعة دكية، تنحل عليهم جيعانين الخوت باش ياكلو برا حيت كنخرج ميدوشو داكشي. المهم خوت اول حاجه الدفليه راه باقا الشيخ، الدفليه راه باقا حاضنا على ديك البيضه. راه اليوم غادي تبيض ليا، اليوم غتبيض ليا العنايب راهي، العنايب راه اليوم غتبيض الخوت. هادو شبيضات وقيلون مزيان، ولكن اليوم اليوم غتبيض الخوت. الكلاندايزر ديالنا دابا راه خوت راه كنصور دابا بالتليفون الجديد. دابا كما قلت لكم اللي كيعرف الثمن ديالو يقولوا لنا، اللي كان شي واحد عنده بحالو يقول لي بحال خداه. هذا هو اللي كاين خوت. الدفليه ها هي هادي ان شاء الله، هادي وهاد التكير هذا، هادي وهذا ان شاء الله. هادو ان شاء الله غندير بهم شي مسابقه من المتتبعين ان شاء الله، غيربح معنا هاد النشوه هادي وغيربح معنا هاد الذكر هذا. ولكن ان شاء الله حتى غادي نحيد البيضه، ملي غنحيد البيضه عاد غنقول لكم، غنعطيكم ان شاء الله، غنعطيكم ان شاء الله كما نقولوا لكم، غنعطيكم واحد اللغز تحلوه لينا، واللي شارك معنا ان شاء الله غادي يجيب هذاك الشيء في التمام وغياخذ هاد الزويجه هادي اللي بيضت لي هنا. كلمة ديال الرجال الخوت، هذا راه باقي جمعية شي
درك وكاع. المهم هاد الجويله كما قلت لكم ان شاء الله ملي غنحيد البيضه غنحط البيضه ملي غادي تبيض لي ان شاء الله غتبيض اليوم غتبيض اليوم ان شاء الله ما غنحيدها حتى تلوح الثاني ملي غتلوح الثاني غنحيدها لها الخوت غنحيد لها هاد البيضه ديالها باش ان شاء الله كما قلت لكم غندير لكم مسابقه باش واحد فيكم غيربح معنا هاد الجويله ان شاء الله. هذا وليد ديال الجويله اللي داير في الطوف الهولندي ونتيوتو الهولندي والصبري وليا الجراني ديالنا نتيوتو. عندنا شكون تاني عندنا هنايا الدفلي اخو هذا غنقول لكم ثاني اش واقع عندنا هذا راه وليد ديال القرطاسي اللي داير الطوف جويجه راه بدا كينفخ الخوت شي راه بدا كينفخ شويه ولكن هذا عقلو عليه كي غيطلع الخوت. عندنا هنا الوزغي ديالنا هذا راه تزوج بهاد الغرابيه هو هاد الوزغي على البيض دابا غنخرج لهم غادي تبعو هذا هادي راه بنت القرطاسية الطوبي خليت السلالة هادي بغا نخليها ان شاء الله غادي طير عندي غاتجاوز ليا مع هذا باش يعطيوني الوينات ان شاء الله غنتسنى حتى تبدك ما غنشري لي انت والو والو راهي حتى تبدك وهاد الشي عندو الراس يعني هاد الوزغي تهنيت منو هذا تكوبا ليا بهادي يلوحو ليا بعدا شويه وليدات نافخي يلوحو ليا بعدا الحنيكيرة هذا هو اللي كاين. عندنا حق البدعيه هنا اش البدعيه اخوتي راه بديت كنفخ المهم اخوتي ان شاء الله غادي نطلق الحميمات باش نقول لكم ان شاء الله الحمامات راه بعثو خوت راه القرطاسي ديالنا دابا ان شاء الله غنطلقوا الحميمات خوت الوليد قلت لكم حيدتو لي حيدتو الجراني باش هاد النتيوا الخوت هاد الوليد هذا الوليد هو ديال هذاك النتيوا هذاك النتيوا اللي رديت لمولاه اللي كانت جات عندي مع مع هذا هذاك النتيوا اللي كنت عطيت لمولاها مع الدقيق هذا مع الدقيق اللي قلت لكم ديال الجمعيه هو مع الدقيق هذا هذاك راه اللي وريتكم دابا العبر راه ولدو هذا راه ولدو مع هذاك النتوى اللي عطيت المولى. المهم الخوت ان شاء الله ما نطولش عليكم غنطلقوا الحميمات على بركه الله وقبل ما نطلقوا الحميمات الخوت ها انتم كما لاحظتوا معايا ها الميه نقي ديما كنطلق هذاك الشيء نقي نقي حتى البراكه الخوت راه ماشي موصفه ثاني بزاف شي حاجه. المهم الخوت ان شاء الله ما نطولش عليكم غادي نديروا لها جراندايزر انطلق جراندايزر ديما هو الاول جراندايزر الغرابي هي الاولى جديد الغرابي سير تبعوا هذيك الكوره جديد 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 بدعية جديد 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 جراندايزر انطلق امي هذاك الجراني راه نتيوتو غتبيض هاي فين هو راه خرج بقى شي واحد هنا زيد زيد تبع الجراني زيد تبع تا زيد تبع تا زيد تبع الجراني فواياتور الخوت هو جا قلت لكم انا راه غادي تبيض الحمام جا الخوت
الله الحمام جا. أمريكم هادو أخذين باقيهم، هاد باقيهم دابا أخوشي، هاد أولاد الهوان ديال أول فريخة غتصدق ليا، كان عندي شي بايض مبقيتش لما نحطو، وبقى عندي تا كيما قلنا كيما كنقولو تخسر. الحمام الخوته قلت لكم الخوت راه كنت غير فواياج متابع مع راس الحف كاع نوريكم فمول شي دابوا لي على فمول الخوت دابوا لي على فمول الخوت انت والله ما غيتفاك دوخني اكلان ضايت رجع اكلان ضايت رجع زراني على البيضة الخوش كما قلت لكم الخوت راه بعت هذاك بعت هذوك الشنيبرات اللي كيطيروا عندي واحد المتتبع راه لصقني عليهم ما عرفتش يمشي واحد المتتبع هما خوت هادو الخوش اللي بعت هادو راه الصغار ماشي الكبار اللي طلعت من البوزنيقه راه تبيعوا الخوش باش تعرفوا اللي كاين هادو راه الصغار الباك هادو راه الصغار فيهم باك بيض هذا هو اللي كاين الخوت ان شاء الله كما قلت لكم واحد المتتبع قلت لي خوت هادوك راه يولفوا لك مازال يولفوا لك هادو اللي دابا راه طاروا الله الا مشاو كاع ان شاء الله مشاو قلت لي خوت هادوك راه مازال يولفوا لك الاخرين راه طالق من وزنيقه راه رجعوا عندي قال لي لا ما غاديش نطلقهم تيدبر راسك اخويا تيدبر راسك اخويا منك لي المهم الخوت راه بعتهم لي وبعت هذاك الدكير دف لي توا راه مشى اللي كان عندي خديت مني وليدات باهم نيت تا هو راه بعتو الخوت بعتو واحد المتتبع الله يسخر ليه تا هو الامور خير خديت منو وليدات دابا راه عندي منو جوج وليدات تبارك عليا حيت باغا ناخذ من السبانيوني يا خوت باغا ناخذ من باغا ناخذ من الهولندي والسبانيوني يا هادو هادو بياسات اللهم بارك فهمتي اش نقول لكم بياسات كاينين ديال بصح مازال ان شاء الله غنشارك هذوك الوليدات ان شاء الله غادي نطلقهم ليك اول طلقه غنضربو فيهم هادو غنضربو فيهم 100 غنعطيهم 100 ديريكت ان شاء الله غنديرو فيديو كيف العاده وغنوريهم ليكم المهم خوت ان شاء الله دابا شنو نديرو خصنا نمشيو للباقي وهاد الوليدات غنمشي نجيب من البيكان غادي راه على البيض هذا خوتها راني راه على البيض راه تجاوز هاد الدفليه الكار ديالها راه بعتوها خوت تجاوز بها راه غيبيضو هنا غيبيضو هنا جامعين العش وقيلا كاع والله حتى جامعين العش غيبيضو هنا هادي كيما قلت لكم الخوت راه غادي تبيض ليا على عبرة تما راه غادي نحيد لها البيضة باش نحطها لها هذا هو اللي كاين تولعوا ليا في الجراني تولعوا ليا حتى هذاك راه كيضرب المسافات كيضرب المسافات سير خوت طلقتو قدامكم وتما والله الا فايته 50 كيلومتر 50 كيلومتر راه كاينه من كازا لبوزنيغا انا راه فات بوزنيغا بواحد تقريبا فتا بواحد 5 كيلومتر ولا 6 والله العظيم من البلاصه اللي مشيت لها فايته بوزنيغا يعني راه كتسمى 56 المهم خوت كلاندايزر يا كلاندايزر كلاندايزر يا كلاندايزر كلاندايزر دوش دوش كلاندايزر يضرب عليكم واحد الدوش دوش دوش اكلانديز هاي دوش الخوت هاي تسربخ هاي تسربخ يا راه تسربخ عليهم تسربخ
شربوا اخي. تاع تبع الحمام الخوف. هذه من القرات الخوت والله العظيم. مشو مشو واحد حدا واحد. هذاك اللي على اليمن اللي على اليمن هو الكبير، واللي على اليسار هو هو التفريخه الثانيه. هذاك التفريخه وهذاك التفريخه. ها هو باهم، ها هو كاينين هنا، راهم اللي في الطوفه الخوت. النتوه راك تبعتها الحمد لله. بعدا الحمد لله خدينا منه جوج وليدات جايين عندي. جايين عندي اه. المهم الخوت ان شاء الله كما قلت لكم غنعاودو نجيبو البيغان باش غنباقي لكم الوليدات. شوفوا الطريقه اللي ما كيعرفش يباقي، راه ساهله. الوليده بدات تقعد تقعد. سير 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 بديت قاعد الخوت الوليد. سير طالع انت ومرشوش هادي جراني على البيض. زيد 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 ابو المسافات الطويله. سكري ديال الله سكري ديال الله. سن السر تشو النسر. هذا هو النسر. شفت كيدير؟ شوف 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 شوف. سمع الطرطيقه على طرطقه كي يدير الله. واعر بزاف هاد الذكر هذا. راه عادي ولكن واعر بزاف. سكري ديال الله. المهم اخوت كما قلت لكم ان شاء الله غنعاود نجيب البيكان وغادي نهبط البيكان وغنجي. تورق لي البدايه تورق لي البدايه. المهم الخوت ان شاء الله دابا غادي نباقيو ونحيدو الدكايه باش نحيدو الدكايه باش ما يبرشطناش. ديما شدو الحمامه من الفوق ديال اللي هذيك. ها هزوها بشويه وطلقو. هذا سير خرج. تبارك الله وكلهم مزيان. هزو وكلهم وشربو مزيان. شوف تبارك الله. اما الخوت بيغان نعم راس بادي بخمسة خمسة وتسعين ستة وتسعين. هادو ان شاء الله هما اللي غادي يركبو اليوم. لاحظوا معايا بالنسبة اللي ما كيعرفش يباقي غادي نشدو هذا ونحطو هنا. كيبان لك؟ شوف كتشد ثلاثة صبعان، كتشد ثلاثة الأولانيين مجموعين، كون تجمعهم كيبقى واحد. لاحظ معايا ركز معايا مزيان. كتشد الريشة كتورك عليها هنا من القنت، كتخليهاش من فوقها كتبريسيها كيما كنقولو كتبريسيها. كتجي هنايا هادي إذا قرب نمشي شوفو. ها كتجي هنا كتخلي هاد في الصباع التحتاني كتجرب. ها هو تباقى لينا الاولاني اللهم بارك. ها هو الاولاني تباقى لينا حطوه وغادي نجيبو هذا. نفس القضيه الخوت هذا راه ساهله مالا. عندو ربعة الصبعان هو كتشد ثلاثة اللي ثلاثة اللي واحد حدا واحد مجموعين كتخشيهم كاملين كتجرب. ملي كتجرم كيبقى لك واحد حاصل ياك. ملي كيبقى لك واحد حاصل كتخشي الريشة ما بين الصبع وكتجبد عندك بشوية. هاك بشوية حيت كاين الدفر ديالو كيكون لاصق. ها هو دابا هدا ما غادي اعتقناهم باش مي هاهو هاهو سي هاهو اللهم بارك.
دابا ان شاء الله غنرجعو لبلاصتو باش طلع عمهم توكلهم حتى هي. المهم الخوت ان شاء الله نتلاقاو شي فيديو جديد كيف العاده. يلا الله يعاونكم الخوت.